الان توماس هيسلر، اندرياس بريمة، هدف ما كان متوقع على الاطلاق. الان اوفا باين، ستيفان رويتر في الجهة اليمنى، هي امام المرمى، وهذه كرة فيها جول. جول الثاني، الهدف الثاني من كلينزمان، الهدف الثاني من كلينزمان، وفي اقل من دقيقة، في اقل من دقيقة كلينزمان يسجل الهدف الثاني لمنتخب ألمانيا الغربية. كرة رأسية ومن ستيفان رويتر، هدفين لألمانيا الغربية في أقل من دقيقة في الشوط الأول، ومهمة صعبة وصعبة جدا فيما تبقى من أحداث الشوط الأول وفي ما تبقى من أحداث الشوط الثاني وللمباراة ككل. ناصر خميس الآن، حسين غلوم، علي ثاني، وهذه كرة من أندرياس بريمة وفيها خطأ ولصالح منتخب ألمانيا.